قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه قطع شوطا طويلا منذ أول خطاب له أمام البرلمان. وأضاف زيلنسكي أنه يتعين عليه العمل للانتصار في الحرب على روسيا، موضحا أن الجيش الأوكراني لا يزال يتعين عليه فعل الكثير في ساحة المعركة. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أول خطاب لي أمام البرلمان، ولا يزال يتعين علينا العمل بجد للفوز في الحرب، وهذا واضح، ولا يزال لدينا الكثير لنفعله في ساحة المعركة، ولا يزال يتعين علينا توخي الحذر لضمان عدم فقدان وحدة العالم. قال حاكم مدينة سيفاستبول ميخائيل رازوفيجيف أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم مسيرات أوكرانيا. وأضاف حاكم المدينة أنه تم إسقاط 2 من المسيرات فوق البحر في شبه جزيرة القرم، ومنذ بداية العام الجاري شنت القوات الأوكرانية عدة هجمات بطائرات بدون طيار استهدفت القرم. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك سيرهي ليزاك أن المقاطعة تعرضت لقصف بصواريخ روسية على مدار الليلة الماضية. وقال المسؤول الأوكراني أن القصف الصاروخي الروسي أدى إلى تضرر منشأة صناعية بعد اشتعال نيران فيها، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل. أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة فيف ماكسيم كوزاتسكي أنه تم إطلاق صافرات الإنذار جراء قصف روسي للمنطقة. وقال كوزاتسكي أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بينما أسفر القصف عن وقوع أضرار بأحد مباني البنية التحتية المدنية وتم إخماد الحريق. وأعلنت أوكرانيا الليلة الماضية عن حالة التأهب بسبب الغارات الجوية، وتم سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق. قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه لن يأمر قواته بالقتال إلى جانب روسيا، وأضاف أنه لن يحارب إلى جانب موسكو إلا إذا شنت دولة أخرى هجوما على بلاده. وقال لوكاشينكو الذي نفى مرارا مزاعم كييف والغرب بأن بلاده قد تنجر أكثر إلى الصراع في أوكرانيا إلى جانب موسكو، إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا. ديمقراطية права человека читаю что хочу то и ворочу в стране что хочу то говорю. أفادت وكالة كيودو أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قال إنه سيدعو نظيره الأوكراني لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. ويعقد الاجتماع في ألمانيا يوم 18 من فبراير الجاري. تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار يؤكد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. سيطالب مشروع القرار موسكو مرة أخرى بسحب قواتها، وسيدعو إلى وقف الأعمال القتالية. من المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على مشروع القرار الخميس المقبل بعد يومين من كلمات
سيلقيها عشرات من قادة الدول، وذلك بمناسبة ذكرى بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي.